تحكيم في الجزائر؟ التحكيم في الجزائر يعني في الريجيونال يعني دوكا حنايا التحكيم هذا على بالك راهم يقراو وكذا، بصح الضغط ماشي في التحكيم، على بالك كاين دي ستاجور اللي قراوهم هادو وعلموهم لو ميم كورون تيخلعوهم، على بالك كوم يروحوش معاهم لي زونسيان اللي يحكموا لهم توش، هو يدير ربي ديريكتور والاخرين راهم في حمايته، لي زونسيان في حمايته كومبليكسيو يتكومبليكسيو على بالك مع لي زاربيت يحبوا يابليكو صح. دوكا ولا التربولات ولا انا صاحبي في بوغني عطاوه التربولات الله غير تجيب لاربيت نعم عندنا لي تيرا منه ولا منه كيما زموري كيما هذا الله غير بالكيسان تاع القهوه هذاك ولا لاربيت ربي دو توش توجور تجي تشوف تلقاه مخيط منها مسكين صح. ولاو يخافوا على بالك ديليكي يضربوا كذا سي بوسا لي زاربيت هربوا كاع تاع الجزائر ما كاش من لي ستاجور هادو لي ستاجور اليوم علموا فيهم يابليكي لداخل يعرف لا لوا يعرف يقرا يعرف كلش لداخل الديره ما نجيبش يطبق الله وتجيب لهم وتجيب لهم خاطش ولاو البالون تاعنا دوك توشيه توشي اي اوي في ناسيونال يبكو خو في ناسيونال ويبكي يا ربيت يا ربيت ميم تخليهم لا فونتاج يقول لك لا كفر لا لا كفر سي بو سا ولا ليزابيت يخافوا ولا تسمى الشعب هو اللي الشعب صح ميم كورون خو عندهم لادفيرسال بالون عندهم قاعدين ويضربوا لاربيت طاح بالبالون لهنا للجو هذه وحده وكي يدخل لاربيت للتيران يكونوا رابحين البالون خرج توش باش يروح يجيبوا يرموا له البالون داخل باش يبير دو طون فهمت كيف وليكيب اللي تكون رابحه كفر يعطيه لادفيرسال ويدير واش يديروا هما يكونسيستو مع الاربيت بيت باش ياكلوا هذيك 2 3 سكوند 4 سكوند فهمت كيف ميم يروح الاربيت في الكفر يصدموا عليه مازال الظهر يتيميديو كيف في الجزائر ان شاء الله هو تطبيق كاين باسكو على كاين ديليغي كاين كوميسار ديال ماتش مي الاربيت يخاف صح مع الدخله تاع الباب واش يديروا هما جيتوا تحنا جيتوا اه واش وكلوكم ليكيب فلانيه عطاو لكم كذا تسمى فوضى انت ميم تبريباري الماتش تاعك الزابه تاعك واجده بريباري الماتش تاعك راجل كدا ما تخافش مورا تاعك فيزيك كدا بيان مي غير دوك صغار دخلت على الباب يطيحوا لك بيماك صح المورا تاعك ديجا يروح يروح خو هذه هي تحكم في الجزائر خو واش تمنى ان شاء الله الكره الجزائريه في المستقبل؟ ان شاء الله ولا كانت الرابطه الجزائريه يعرفوا كره القدم مليح وتطبيق صارم على الربيت ولا على اللعب ولا على المسؤول الملعب ولا على يكون تطبيق صارم الله غير الفوتبال غير يسقم سمعت تسمى اسمح لي الحل راهو في الرابطه الجزائريه كره القدم الرابطه الجزائريه كره القدم لازم تخدم على تضرب واحد بكارطه لا بريزيدون دير بك رابور يقول له بلي حنا عطينا له كدا وزاد درنا كدا الميناص انا سبنا وحد بلي انت ما سبيتوش وحد بلي يحبسوا الاربيت هذاك يحبسوا مسكين يتكورون با ديجا كاع تكورون با هاي وراي هاي وراي الرابطه ما تعاونش الاربيت ما تعاونش الاربيت كيف انا ندخل انا عقل السليم من جسم السليم ندخل مربي انا واش بوليس عنده كابوسه وعنده صفاره صح. انا عندي كارت روج كارت جون وعندي صفاره لازم يقدروا هذا الحكم من الباب تاع الفيستير جي داخل ما يخليكش تدخل يقطعوا له قدام الباب واحد يخونقك واحد يطرونق ليك واحد كذا هاي اللي يكون راهي فاش ويزيد يدير بيك رابور ويدير الرابطه لتحت يسسبوندوك انت كيف البريزيدون يكذب بريزيدون البريزيدون هذا جا من المنفضه جا من الفوق كله خطا انت وابو شكرا كلش 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 الضغط على الاربيت صح كلش خو شكرا نتمنى لك ان شاء الله مقابله حسنه في هذه المقابله وان شاء الله اشوفك المقابله الجايه شكرا شيخ الله يجازيك السلام عليكم استاذ الحاكم اخ رشيد السلام عليكم يعني هنا في ملعب الزيوي لحسن داي سمعنا باللي راحوا تلعبوا ماتش يعني لي زونسيان يعني لي فيتيرون مع لي جان جينا هنا يعني ناخذوا استجواب مع اللاعبين انت كلاعب قديم شنو عطينا رايك يا اخي بكلوش بالف انا نلعب مع لي جان ولعبنا مقابلات ملاح كما هذا الفريق اللي لعبنا معاه السمانه اللي فاتت جابونا لي جان حنا قلنا مقابله تاع لي فيتارون هما جابونا لي جان معليش حنا كي نكونوا مع لي جان نجريو مليحه لينا بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا ان شاء الله النتيجه تاع اليوم واش تقول فيها
كما السمانه الجايه ان شاء الله. اللي فاتت ربحتوا؟ ربحنا ان شاء الله. كل شيء مبروك عليك. كتطروا هاي خلاص. وهذا السمانه هو ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الاخ. السلام عليكم. الله يخليك. انا ندير كابريو وما ما يديروهاش. والله لا جي ناس والله العظيم. مازال بركه. ما يا خي ما تقدرش معايا نسخو. لا تفتح مش تفتح ما نمشي نتكاون نجري اكثر منه. صح ولا ماشي صح؟ قول صح قول صح. انت مريض. عطينا رايك في المقابله النتيجه. المقابله جدو شيقه ولكن خرجوني نمسح هذو المدربين. سالوا وجوه سالوا وجوه هنا قاعدين يهضروا يشوفوا فيا انا بلاني نجري معاق. شوف عندي اصابه جد بالغه. ايه خلطها علاش يا اخي؟ هذه تديها باش تضحك ولا خلاص باش يدير جد بالغه. ما انا جد بالغه هو صحح لي وحنا نعاودوا نعاودوا. شكرا بلا نسي يا اخي. شكرا. ما جد نفسه ما مول والله غالب. كان راكد وقت غالب كنت راكد. تومكي خذ العام لاكس تومكي خو شاي بعتو على الكوت جيبوه لهنايا نعرف ندور. ما وجبك؟ لقيت ما لقيت روحي ما هدايا شغل عزوز 10 4 البنت علي سي عيشه درنا له سات فوا شغل زعما شغل لهون قالوا كي قعدوا 3 مينيت حاط السيونان وراشيد داير بيريكا راشيد بابيكا داير بيريكا حاب يرجع الصغير بالسيف. هما هاك شوف او كما جمر كي قال ما لعبش منيا صح هما على بالوش قالوا لهم صح قالوا لي زونسيان واش من يجي يخدو ربعه صح والله العظيم غير يجيبوا لي جن شي بريز ان شاء الله في المستقبل يعلموهم ان شاء الله اخو. شكرا الله يسلمك يعطيك الخير ان شاء الله ونزيدو نتلاقاو ان شاء الله ربي ان شاء الله اخو عبد القادر ربي يحفظك.